أعتقد بداية الدوافع الحقيقية فرضتها الأحداث، الآن هي معركة من أجل البقاء، بقاء الإنسان ومن ثم بقاء الاقتصاد، وأعتقد أن كل ما توفر من معلومات حتى الآن يسير بأصابع الاتهام وبشكل أوضح مع الأيام إلى بكين، إلى الحزب الشيوعي الصيني الذي يتولى مقاليد الأمور. حجب هذه المعلومات 6 أيام كاملة، أدى إلى انتشار هذا الفيروس، واتخذ إجراءات بعدها، ولكن الإجراءات كانت فقط لصالح الداخل الصيني. أغلق حدود ووهان أمام الصين برمتها، فيما أبقى حركة المواصلات والاتصالات باتجاه العالم بأسره، مما أدى انتشار هذه الجائحة وصلت إلى 2 مليون إصابة في العالم. الآن ضحايا هذا الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10 أضعاف ضحايا ما فعله 11 سبتمبر الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. فنحن أمام الآن ليس فقط جائحة، نحن أمام إرهاب، بمعنى أن لو اتخذت السلطات الشيوعية في الصين القرار السليم بأنها تعاملت بشفافية مع الموضوع لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. لكن دكتور من حال. دكتور بشار